في البداية أنا مسرور جدا لأنه سأقول الكلمة بالعربية وبالدرجة لأنه الحفل حفل الآباء وحفل الأمهات الحاضرين مع فردات الأكباد بعد 5 سنوات من الجد والكد والعمل المتواصل. يوم سعيد لأنه يوم التخرج، يوم التخرج يعتبر واحد النقطة هامة في مسار الطلبة، في مسار الطلبة الذين قروا واشتغلوا مدة 5 سنوات في إطار هذه المؤسسة الجميلة العزيزة على القلب والعزيزة على الشركاء والعزيزة أيضا على السلطات المحلية والجهوية وأيضا المقاولات وأيضا مؤسسة الدولة والمجتمع على العموم، لأنها مؤسسة مرموقة متميزة لأبد منذ أن فتحت أبوابها في 1994 تكوين النخبة، تكوين النخبة في واحد المجال اللي هو مهم جدا، الاقتصاد والتدبير. شكرا الأستاذ، شكرا الموظف، شكرا لكاع الناس اللي وقفوا معنا، اللي تمحنوا معنا وقطعوا من لحمهم باش نوصلوا لهذا النهار. شيخ لوريات، شيخ لوريا، دونك لا سيريموني دو ريميز دو ديبلوم اي توجور ان ايفينمون سينغولييه pour les étudiants, mais aussi dans la vie d'un établissement qui voit l'agrandir, donc sa grande famille et ses lauréats. En obtenant ce diplôme, tant convoité, vous avez franchi une étape décisive dans votre formation universitaire et qui va déterminer la suite de votre orientation professionnelle. Oui, vous êtes à présent, chers étudiants et jeunes professionnels, non seulement des lauréats de l'ENCG Agadir, l'Université de Nosor, mais aussi de véritables ambassadeurs de l'école. حنا الفوج 25 طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير وبالضبط شعبات التدقيق ومراقبة التسيير. فرحانين بزاف بهذا النهار، هذا مناسبة اللي زوينة اللي جمعتنا ماشي غير مثلا الزملاء ديالي مي بالزملاء ديالي من جميع الشعب. فرحانين بزاف من التخرج ديالنا من هذه المدرسة اللي أنا شخصيا عزيزة بزاف على قلبي وعزيزة على الطلبة كاملين. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، كنتمنى لهم كاملين يلقاو خدمة كاملين، اللي بغى يمشي لفرنسا يمشي لفرنسا، كنتمنى لهم كاملين التوفيق. وفرحانة بزاف أنني عشت واحد 5 سنين اللي ما كتنساش. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.